قادة السلفية الجهادية ومؤسسي تنظيم القاعدة موجودين في بريطانيا تحت علم الأجهزة الأمنية. أبو قطادة was active in Luton for a very long time, so he's had a long time of absolutely uninhibited proselytization of Al-Qaeda's message. سنجد أكثر من 60 جمعية للإخوان المسلمين في بريطانيا. لكن هناك العديد من الاتجاهات الحركية الأخرى حتى في المكون الجهادي يحظى أيضا بنفس حرية الحركة في بريطانيا. That British people, young British people, would not only take lives but be killed themselves, and that was quite hard for us to come to terms with. السلطات البريطانية ممزقة بين خيارين، الخيار هو حماية العلاقة بين الحلفاء القدامى وبين الصمت على تجاوزات أو جرائم بعض أجنحة الجماعة. أدريان راسل مواطن بريطاني بالولادة والتنشئة، اعتنق الإسلام في شبابه، غير اسمه إلى خالد مسعود وعاش حياة طبيعية، وعندما تجاوز 50 شن هجوماً دامياً على معقل الديمقراطية البريطانية برلمان ويستمينستر. كيف ولماذا وهل هناك من يتحمل المسؤولية؟ طيلة أربعة قرون هيمنت الدولة العثمانية على العالم الإسلامي، حكمت باسم الدين والخلافة، لكنها تلاشت واندثرت بعد الحرب العالمية الأولى. في آخر أيامها انتشر الخطاب القومي العروبي المضاد للعثمانيين وتعاظم نفوذه. سقوط الخلافة العثمانية ترافق مع ظهور قوى جديدة تهدف إلى إعادة إحياء الخطاب الديني. عام 1928 شهدت مصر تأسيس حركة الإخوان المسلمين على يدي حسن البنا، ويعتبرها كثيرون الجذر الذي تفرعت منه الجماعات المتشددة. ظهرت الجماعة إلى العلن كحركة دعوية في الظاهر تنبذ العنف، لكنها كانت في الباطن تستهدف الاستيلاء على مقاليد الحكم لإعادة إحياء الخلافة التي اندثرت مع سقوط الدولة العثمانية. ونسب لجهازها السري عدة عمليات اغتيال سياسية. جماعة الإخوان المسلمين لم تحدد لنفسها عبر تاريخها صيغة محددة يمكن الحكم عليها، هل هي حزب سياسي أم جماعة دعوية أم حركة شمولية تجمع وظائف الدولة أو تنازع الدولة في وجودها. ومن ثم منذ نشأتها على يد حسن البنا في 1928 ووضعت لنفسها خطة لتحقيق أهدافها، تبدأ بعمل علاقات عميقة وقوية مع القوى الفاعلة في المجتمع المصري والقوى الفاعلة دوليا، ومن ثم حرصت على أن تكون علاقتها مع سلطة الاحتلال وهي بريطانيا في هذا الوقت علاقة قوية، بالنظر إلى تقاطع المصالح بالأساس، حيث نعرف أن بريطانيا كانت حريصة على أن تضعف صيغة الدولة الوطنية المصرية، ومن ثم دعمت جماعة الإخوان باعتبارها التهديد الموضوعي أو المعادل الموضوعي للدولة الوطنية. وبحكم كونها القوة الاستعمارية والمتحكمة في قناة السويس، شجعت بريطانيا إنشاء الجماعة وبادرت إلى إجراء أول اتصال معها عام 1941 لاستخدامها في مواجهة الحركة العمالية في مدينة الإسماعيلية. تلته عام 1947 بتقديم أول تمويل لزعيمها حسن البنا.
وكان أول لقاء عام 53 بين جهاز الاستخبارات البريطاني ومندوبين عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو العام نفسه الذي انضم فيه إلى هذه الجماعة عضو جديد، سيد قطب الذي ترعرع في صفوف حزب الوفد. ساهم سيد قطب في تغيير بوصلة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إذ تبنى نهج العنف بغية تحقيق هدف الوصول إلى السلطة، وهو يعتبر من أوائل منظري السلفية الجهادية. البعض بيعود بفكرة العنف أو منهجية العنف في تاريخ جماعة الإخوان إلى سيد قطب بدون أن ينتبه بالقدر الكافي إلى أن أول من قعد لفكرة العنف ومارسها بشكل واضح كان حسن البنا. ربما كان سيد قطب أكثر صراحة، أعاد قراءة أفكار حسن البنا وأعاد صياغتها بلغة أدبية أو لغة أكثر وضوحا. كانت دستور جماعات العنف فيما بعد، خصوصا أفكار العزلة الشعورية التي كانت تشبه ما تحدث عنه حسن البنا في الحديث عن أصناف الناس في مواجهة جماعته، وعن استخدام القوة، وعن إعداد الجيل القرآني الفريد بتعبير سيد قطب، هو نفس أفكار حسن البنا. فخطاب العنفي موجود في أدبيات كثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والبعض اعتبر قد دخل جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها مجرد جسر أو مرحلة للانتقال لجماعات أكثر تطرفا. خلال أزمة السويس عام 56 نسقت الاستخبارات البريطانية مع حركة الإخوان المسلمين لشن عمليات تخريبية في مصر للنيل من عدوها اللدود جمال عبد الناصر. الجانب الأبرز ربما في حركة الجماعة كان تنفيذ عمليات بحق الجاليات الأجنبية في مصر والإضرار بالمصالح الاقتصادية لليهود ودفعهم دفعا للخروج من مصر، وهذا كان يتفق مع خطة اليهود في إجلاء عناصرهم من الدول العربية والإسلامية بهدف تشجيع قيام وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني. وبالتالي نشاط النظام الخاص برز في الفترة من 1940 وحتى 1965 عندما كسرت شوكته، عندما انهار تنظيم 65 وتم القبض على أعضائه. تم إعدام سيد قطب وعدد من قيادات الإخوان بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد الرئيس جمال عبد الناصر واعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً خارجاً عن القانون. خلال فترة إنشاء الجماعة ونموها وتعاظم نفوذها كانت مصر ترزح تحت الاحتلال البريطاني. لم يكن البريطانيون بعيدين عن الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، بل كانوا في أحيان كثيرة من صانعي. تمددت فروع الجماعة تحت أعين الاحتلال البريطاني الذي لم يجد في صعود الجماعة تهديداً لمصالحه، بل وجد أن صعود هذا المكون الديني سيضعف الدولة الوطنية أو سيضعف الرابطة الوطنية. واستثمرت بريطانيا في صناعة فتن طائفية بين عنصري الأمة، كان أداتها الرئيسية هي الجماعات اليمين الديني مثل جماعة الإخوان. معضلة جماعة الإخوان المسلمين أن لديها خطاب معلن سائد يؤكد على السلمية ويؤكد على المعنى الدعوي الذي قامت عليه فلسفة جماعة الإخوان المسلمين، لكن بالتوازي مع ذلك هناك مستويات للعضوية، وهناك ما عرف بالتنظيم الخاص أو التنظيم السري الذي قام منذ عام 48 باختيار رئيس وزراء مصر وقضاء، وقام بتفجيرات ثم حاول اغتيال عبد الناصر، ثم مارس عنف في أكثر من بلد بما فيهم مصر بعد 30 يونيو. وبالتالي الخطاب الإخوان هو خطاب مزدوج. عندما انقلب عبد الناصر على الإخوان المسلمين
فرت قيادات الجماعة إلى ألمانيا، ثم انتقل بعضهم إلى لندن. من هناك واصلت هذه القيادات نشاطاتها تحت أعين وحماية السلطات البريطانية التي اعتبرتهم لاجئين سياسيين. العلاقة بين الطرفين هي علاقة سرية بالأساس وليست علاقة معلنة، وبالتالي نستطيع أن نرصد مجموعة من الإشارات وليس المحطات في علاقة الطرفين. البعض يتحدث عن الدعم المالي الذي تلقته الجماعة من بريطانيا، محاولات تأسيس جماعة للإخوان وفروع لها، الصمت على تمدد فروع الجماعة في مصر وحول العالم ومباركة ذلك، رعاية بعض عناصر الجماعة في الحركة دوليا، خصوصا شخص مثل سعيد رمضان الذي تم دعمه في الولايات المتحدة وفي سويسرا. سنجد أكثر من 60 جمعية للإخوان المسلمين في بريطانيا، فأنت تتحدث عن دور لهذه الجمعيات، دور كبير جدا لهذه الجمعيات فيما بعد، جعل هذه الجمعيات عبارة عن محطة انتقال إلى باقي أوروبا. كل ذلك أنتج فيما بعد هذه الظاهرة التي نراها يعني في بريطانيا تحديدا، من وجود عناصر أكثر يمينية وأكثر تطرفا من الإخوان المسلمين. نشاطات فكرية وعمليات سرية أدت إلى ظهور جماعات فرعية تتبنى السلفية الجهادية ومنهج العنف. نجحت هذه الجماعات في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وشنت حملة اغتيالات وتفجيرات وهجمات طالت كثيراً من الأجانب والمواقع السياحية في مصر. ووجدت السلفية الجهادية ضالتها في حرب أفغانستان، وأسست تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وشنت هجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر عام 2001. كل هذه التطورات أعطت الانطباع بأن تأثير جماعة الإخوان المسلمين بدأ بالاضمحلال، لكنهم بقوا يجدون الملاذ الآمن في بريطانيا لأسباب كانت تثير استغراب كثير من الدول. تحظى عناصر الجماعة بحرية الحركة في بريطانيا منذ الأربعينيات وحتى الآن. هذا التراكم في الرعاية دفع عناصر الجماعة وقيادتها إلى أن تعتبر بريطانيا هي الملاذ الآمن الذي تحظى فيه بحرية الحركة والاتصال بعناصرها حول العالم. وربما ليست الإخوان فقط التي تشعر بهذه الراحة في الحركة في بريطانيا، لكن هناك العديد من الاتجاهات الحركية الأخرى حتى في المكون الجهادي الذي نشط في ساحة العنف على نحو واضح، يحظى أيضا بنفس حرية الحركة في بريطانيا التي ربما تتصور أن حركة هذه العناصر تحت بصرها يعطيها حجم وافر من المعلومات يوفر لها الأمن في النهاية. حتى هجمات 7 يوليو عام 2005 في مترو لندن لم تنجح في فصم عرى الوصل بين الجماعة وأجهزة الأمن البريطانية. Prior to 7/7, we were quite prepared. I think what was quite hard to digest was that we would have homegrown terrorism, that British people, young British people, would not only take lives but be killed themselves, and that was quite hard for us to come to terms with. استمر العمل من قبل كثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة في بريطانيا تحت سمع وبصر السلطات. كانت الجاليات المسلمة والمتأسلمة الهدف المنشود، وكان بعض أركان هذه الجماعات معروفين جيداً للسلطات البريطانية، لا بل كانوا يجاهرون ليلاً ونهاراً بأفكارهم وأهدافهم. Even if you look at the people who've gone to Syria, for example, from Britain, you know, there was a 75-year-old man. He's not being forced. He's not a young, impressionable, naive, brainwashed child. He's an old man. He's lived his life. You know, with him together with his 11 members of his family are now living in the Islamic State because they prefer that than to live in Britain. Extremists who are converts, and they're 3 times more likely to be homegrown radicals who are converts than they are born Muslims, as it were.
I think it's a question of identity, and they fall for the hard black and white, right or wrong, us and them line that's often pushed by radicals. And it is that narrative that potentially is able to bring people into the fold of extremism and violence. غسل الأدمغة يستهدف العضو بشكل معين ثم بعد ذلك يتم غسل دماغه أن هذه الحياة الغربية حياة منافية لتعليم الدين وتعليم الإسلام ثم بعد ذلك يبدأ الانفصال الشعوري الغرس فيه بالانفصال الشعوري عن هذا المجتمع بأنك لابد أن تنفصل عن هذا المجتمع الكافر الغربي الجاهل المرتد. We need a Sharia for the UK because the Sharia is justice. We'll defend the honor of the Muslims. We'll defend the honor of the Quran. كانت المساجد والسجون البيئة الحاضنة لبذور التطرف. وبرزت أسماء كان لها الأثر الكبير في هذا التوجه. من بينهم عمر بكري السوري الأصل الذي لجأ إلى لندن ولم تلاحقه أو تعتقله السلطات رغم تصريحاته عقب أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة بأن الغرب سيشهد مزيداً من الهجمات ودعمه لمنفذي هجمات مترو لندن. لا بل أن السلطات غضت الطرف عن هروبه من بريطانيا إلى لبنان رغم صدور حكم بحقه. أما المدعو أبو قتادة فقد حصل على اللجوء في بريطانيا عام 93 وبقي هناك حتى تم ترحيله إلى الأردن. ويوصف أبو قتادة بأنه الأب الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا. يعتبر عادل عبد المجيد أحد قيادات الجماعة الإسلامية في مصر التي نشأت كجناح شبابي للإخوان المسلمين حكم في قضية اغتيال السادات. وبعد الإفراج عنه وافقت بريطانيا على منحه حق اللجوء رغم ارتباطه بتنظيم القاعدة حتى وافقت على تسليمه للولايات المتحدة. يعتبر هاني سباعي من قيادات تنظيم الجهاد المصري وحارب في أفغانستان. وافقت بريطانيا على منحه حق اللجوء عام 98 ويعتبر سباعي من القيادات الفقهية للإرهاب مثل أبو قتادة وأبو محمد المقدسي. كما اشتهر أبو حمزة المصري عندما كان إماماً لمسجد فينسبري الشهير في شمال لندن حيث كان يحض على التطرف في كل خطاباته. دخل بريطانيا بتأشيرة دراسة نهاية السبعينيات ومارس نشاطه تحت سمع وبصر أجهزة الأمن التي انتهت باعتقاله وترحيله إلى الولايات المتحدة. كل هؤلاء كانوا يستمدون إلهامهم وعقيدتهم من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم يوسف القرضاوي. فتح روما، فتح إيطاليا يعني وأوروبا، معنى هذا إن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. هل من ضرورة الفتح أن يكون بالحرب؟ لا، ليس من الضرورة. هناك فتح سلمي، فالفتح السلمي له أساس في هذا الدين. ولذلك أنا أتصور أن الإسلام سيفتح أوروبا من غير سيف ومن غير قتال، عن طريق الدعوة والفكر. التنظيم الإخواني في بريطانيا شأنه شأن تنظيمات الإخوان في كل العالم، يحاول أن يصل إلى الشخص البريطاني أو المواطن البريطاني ويجنده لكي يكون في خدمة مشروع الجماعة ومشروع الخلافة، وهو يتوسل بمجموعة من الفعاليات سواء النشاط في جمعيات أهلية أو النشاط في المساجد أو التجنيد الفردي عبر الاتصال الشخصي. There are two things that are happening. One is there's a large number disproportionately of Muslim prisoners in prison, much more than the average population. And two, there's a larger number now of over the last few years, 260 convictions of Islamist-inspired terrorism. So what we're having now is these two factors coming together, and so there's been recognition that within a prison setting. Currently there is a sense that this is an important space for shaping very negative identities from which potentially extremist outcomes could be resulted once these inmates leave the prison. The one link between extremists that we do have isn't mosques and imams, it's the social media, it's internet sites. Now a young person, or even an older person, which was the terrorist that did the attack last week,
The one link that we have is that you don't need to come across another individual in real life to become radicalized. It can all be done online. مع مرور الوقت وغض السلطات البريطانية الطرف عن مثل هذه النشاطات تحولت بعض أحياء العاصمة لندن ومدن مثل برمنغهام ولوتون إلى بؤر للتطرف وبات من الطبيعي أن تعج شوارع هذه المناطق بتظاهرات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحكومة والشعب البريطاني. A lot of these spaces that are seen as hotbeds of radicalization are actually places where there's a great deal of poverty and disadvantage, exclusion, anomie in the classic sociological sense, where people are basically locked out of wider society. As in Birmingham, for example, we have more than 200,000 Muslims. It's a massive Muslim population. There has been maybe around 20 to 30 convictions for terrorism-related offences over a long period of time. So we have to be careful about saying this is a major problem. Having said that, there is definitely an issue that needs to be dealt with. Whether it's Birmingham, and you mentioned Luton, Luton has a history. So Abu Qatada, who was effectively the Al-Qaeda cleric, was active in Luton for a very long time. So he's had a long time of absolutely uninhibited proselytization of Al-Qaeda's message. So he literally had an audience of hundreds of young people who were very young, very naive, very unsettled, to be indoctrinated by this ideology. Birmingham Luton does come up repeatedly, so we have to try and explore, are Daesh promoting more extremism within those areas? Are there even more individual extremists who are promoting hate and encouraging individuals to carry out this act? That you have a permit to live. Terrorism, yeah. Or Taliban, Al-Qaeda terrorists. Yeah, they all terrorists. They are fundamentalists. They are dangerous people. Yeah, that's the British and the Americans you're talking about. There's no evidence. They have ISIS flag. They are killing innocent people. Just like blah, 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 they are terrorists. They are terrorists. أجواء التطرف هذه أدت كذلك إلى ظهور بعض المتطرفين من ولدوا وترعرعوا في بريطانيا، أشهرهم الملقب بجهادي جون الذي انضم إلى صفوف داعش ليمارس هوايته في القتل والذبح. There is a sense that between 300 and 400 people and families as part of that have returned back from Iraq and Syria. The extent to which they pose a threat has yet to be determined, in the sense that no action has been taken, although I'm sure there's a great deal of surveillance and monitoring that goes on to ensure that anything they do falls into risky areas is something that they see before rather than later. قادة السلفية الجهادية في العالم سنجد منهم مثلا أبو قتادة ظل فترة طويلة جدا موجود في بريطانيا، ياسر السري وهو أحد قادة الجهاد المصريين ومؤسسيه موجود في بريطانيا ولا يزال حتى الآن، عادل عبد القدوس الذي كان متهما في محاولة اختيار رئيس الوزراء المصري عاطف صدق الأسبق سنجده كان موجودا في بريطانيا. سنجد قادة السلفية الجهادية ومؤسسي تنظيم القاعدة موجودين في بريطانيا تحت علم الأجهزة الأمنية البريطانية. إذا نفس المرتكزات الفكرية التي حملها هؤلاء وجدت فيما بعد في جيل جديد من الجهاديين وجيل جديد يحملون نفس المنبت الفكري، منبت السلفية الجهادية. تصر السلطات البريطانية على أن هذه الجماعات التي تحتضنها لا تشكل خطراً عليها، رغم رصدها مبكراً ومنذ عقود نشاطاتهم في الجامعات والمدارس والمنتديات وحتى في السجون. تكثف الحكومة البريطانية تدقيقها لآراء وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وفي الخارج، وسنواصل التشاور ومشاركة المعلومات والتحليلات مع حكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق ما هو مناسبا. هذا الرصد المبكر يعود لعقود خلت كشف عنه مارك كيرتس في كتابه الشهير العلاقات السرية
التحالف البريطاني مع الإسلام السلفي. يتحدث في كتابه كيف أن بريطانيا اعتبرت منذ عام 42 تنظيم جماعة الإخوان المسلمين سلاحاً مفيداً، وهو يؤكد كذلك أنه في حدود عام 1990 تحولت لندن إلى مركز لتنظيم الجهاد العالمي، حيث حصلت الجماعات الإرهابية في بريطانيا على ما يسميه المؤلف الكثير من التسامح من جانب السلطات التي استخدمت هذه الجماعات أسلحة تلوح بها لابتزاز بعض الحكومات في الشرق الأوسط. سماح بريطانيا ذاتها لعدد كبير من قادة المتطرفين في العالم بأن يكونوا موجودين تحت عين الأمن البريطاني ويعملون ومشغلين وموظفين مع أجهزة الأمن البريطانية. ففي هذه الفترة تمددوا وتوسعوا وقفزوا على هذه المراقبة واستطاعوا أن يجندوا عناصر متنوعة وكثيرة. هجرة عدد كبير جدا من دول الشرق الأوسط إلى بريطانيا يعني أنتج لنا جيل من المتطرفين كانوا يحملون هذا الفكر وهذا الفيروس الفكري فذهبوا لبريطانيا به. ثالثا وجود قاعدة كبيرة جدا للإخوان المسلمين داخل بريطانيا. الإخوان المسلمين ساهمت بتمويلها باقتصادها بشركاتها بجمعياتها بمكتبها في تمدد وانتشار وعمل قاعدة مؤهلة لوجود هذه العناصر فيما بعد تحمل نفس الجينات. نشاط عناصر الإخوان في ساحة العنف وتورط أجنحة منهم في ساحة العنف في مصر على نحو واضح ويعني تأكد بريطانيا من هذا الأمر عبر مصادرها جعل السلطات البريطانية ممزقة بين خيارين. الخيار هو حماية العلاقة بين الحلفاء القدامى وبين الصمت على تجاوزات أو جرائم بعض أجنحة الجماعة في مصر، ومن ثم خرج التقرير البريطاني ليحاول أن يمسك العصا من المنتصف بالحديث عن أن الجماعة تحولت من حزام واقي ضد الإرهاب أو مانع للإرهاب إلى حزام ناقل للإرهاب، وكان هذا التوصيف توصيف يحاول أن يبرئ الجماعة من جهة ويتهمها من جهة أخرى، وهذا يعكس ربما التمزق في توجهات بريطانيا تجاه حليفها القديم. لا يقتصر نشاط هذه الجماعات المتطرفة على بريطانيا بل يتعداها ليشمل دولا أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد والنرويج والنمسا وبعض دول البلقان، لكن شبكة العلاقات فيما بينها تتجمع وتلتقي في بريطانيا. معظم هذه النشاطات تتم من خلال مؤسسات وهمية تشكل واجهة اجتماعية وخدمية مثل الرابطة الإسلامية في إيطاليا ومثيلاتها في كل من فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك، وكذلك منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والتجمع الإسلامي في ألمانيا ورابطة مسلمي بلجيكا ومنظمة كانفاس في العاصمة الصربية بلغراد. أما في الولايات المتحدة فيعتبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير نقطة ارتكاز نشاط الإخوان المسلمين هنا. نحن أمام بلا شك جيل ليس أجنبي في بريطانيا وحدها، لكن جيل جديد جدا من هؤلاء. هذا الجيل قفز على كل الاستراتيجيات القديمة وتوسع في الأيديولوجيات القديمة أيضا وزاد عليها في مسائل التكفير بشكل أوسع وبشكل أضخم وصنف فيها وألف فيها. هذا الجيل هو أعنف بلا شك لأنه جيل يجند عبر التواصل وعبر فضاء رقمي واسع جدا ومتعدد وشبكات داكنة لا يستطيع أحد الدخول إليها بسهولة. ازداد خبرة من أماكن القتال ليس في أفغانستان فيما بعد أفغانستان في العراق وفي سوريا وفي أماكن الجبهات المفتوحة التي كان فيها القتال عنيفا وشرسا جدا. As I was saying earlier, the convert number in relation to extremism is three times as high. So there are a group that's perhaps more vulnerable and more exposed to the threat of extremism and violence than perhaps others. This morning I had meetings with ministerial colleagues and others, and in addition to my duties in this house.
بسبب ضغوط كثير من الدول، قرر رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. What I think is important about the Muslim Brotherhood is to make sure we fully understand what this organization is, what it stands for, what its links are, what its beliefs are in terms of both extremism and violent extremism, what its connections are with other groups, what its presence is here in the United Kingdom. تقرير اللجنة خلص إلى عدم وجود نشاط عنيف للجماعة في بريطانيا. لكن المحللين الذين اطلعوا على سير عمل لجنة التحقيق أشاروا إلى تدخل أجهزة الاستخبارات البريطانية في التوصل إلى مثل هذه النتيجة. مع تصاعد أعمال العنف في أوروبا أصبحت بريطانيا مرتبكة إزاء الإخوان المسلمين، مرتبكة إزاء، لم يعد وجود الإخوان المسلمين في بريطانيا وجودا مريحا، وإنما يمثل ارتباكا وصداما بين أجهزتها، الأجهزة التنفيذية والأجهزة والأجهزة الرقابية أو التشريعية اللي هو مجلس العموم البريطاني. وهنا أصبح هناك يعني نقدر نقول بريطانيا الآن في البرزخ. هل لو مع صعود اليمين في أوروبا ومع صعود ترامب ومع صعود التيارات أيضا اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها يعني أن الجماعة جماعة إرهابية، هل بريطانيا هنا اللي هي تعتبر حليفة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تخرج من البرزخ هذا وتقرر هي الأخرى أيضا إن الإخوان المسلمين جماعة غير مرغوب فيها في بريطانيا؟ يبدو واضحا أن بعض أجهزة الأمن في بريطانيا تحرص على بقاء هذه الجماعات تحت حمايتها. بعضهم يقول إن الرقابة على التنظيمات المتطرفة تكون أكثر سهولة بوجودهم العلني، والبعض الآخر يكرر مقولة إمكانية استخدامهم كسلاح ابتزاز لبعض الدول. أما عندما يخرج بعض هؤلاء المتطرفين عن الطريق ويشاركون بعمليات داخل بريطانيا نفسها، فإن المسؤولين يعتبرون ذلك ضريبة هم على استعداد لدفعها في سبيل تحقيق مآرب السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.